احنا في السونت كوميرسيال تاع السينيا يعني بنجدو روحنا باش ان شاء الله نديرو الفاكسين. الحمد لله يا ربي درنا لو فاكسان كملنا. ها هو سينوفاك عندي بون الاولى يديروا لكم في الدروات من بعد يديروا لكم في الكوش. عندي رابيل لو 4 اوت ان شاء الله. راني وليت يومين بعد ما فعلت فاكسان تاع الكوفيد 19، حبيت نعمل فيديو خفيفه نشارك معكم التجربه تاعي، لانه وصلني كثير من الاسئله يقول لك ما نوع الفاكسين اللي عملته، ما هي الاعراض. بالطبع كل واحد حاب يعرف، كل واحد الخايف، هذا الشيء طبيعي جدا. باش تعرفوا في الجزائر كاين 4 تاع لي فاكسين، كاين تاع سبوتنيك الروسي وكاين تاع الصين 2، سينوفاك وسينوفارم، وكاين استرازينيكا تاع بريطانيا، هذا تبع اوروبا. هذا استرازينيكا يعملوه من 50 عام ما فوق. انا حبيت نعمل سبوتنيك في النهار الاول، عملت 6 شهور وانا نحوس، كل يوم كاين جديد، كل يوم كاين ميزاجور جديده. ما كاين سبوتنيك ما قنعنيش بزاف، لانه انا بالطبع عملت الفاكسان باش نحمي نفسي، وباش عندما اسافر ما نسحقش نعمل البي سي ار، يعني يحلي البلدان. النتيجة عملت الفاكسين الصيني اللي تابع السينوفاك، كاين سينوفارم والسينوفاك. انا ننصحكم باش تعملوا السينوفاك، لانه سينوفارم اللي حاب يسافر هما في زوج فاكسين، ما كاش واحد مختص في العالم يقول لك كاين فاكسين خير من الاخر. فاكسين يحميك، كل فاكسين يحميك من الفيروس، لكن تبقى في السياسة. انا خيرت سينوفاك لانه يحلي شحال من بلاد، يحلي تونس، يحلي المغرب، يحلي تركيا، شويه افريقيا، يحلي في اسيا وفي اوروبا، يحلي غير اسبانيا لحد الان سينوفاك. بعد تبدل، وباش تعرفوا هذا السينوفاك لكم خايفه منه، لانه سمعت كثير من السلبيات، الناس خاطيها ما عندها ولا علاقه في الطب ولا في هاد الصوالح يهضروا حاجه ما تخصهمش. دونك انسان ما يخافش، ما يسمعش الهضره تاع واحد ما يعرف خاطيه، هذيك الهضره تاع يوتيوب ولا مش عارف انا، الناس راه غير تحوز دخل دراهم بكم، يعني في الحقيقه حاجه واحده اخرى. انا الحمد لله يا ربي ما جاوني حتى اعراض. الجرعه الاولى نعملها في اليمنى، انا عملتها في اليمنى، والجرعه الثانيه في اليسار. الحمد لله يا ربي ما عندي حتى اعراض. شويه هاد البلاصه وين عملت في الدراعي شويه تحسو ثقيل، تحسو يوجعك، هذا ما كان غير نهار الاول. الغدا صبحت بخير الحمد لله يا ربي. سما اللي راه خايف ما تسمعوا حتى هضره، لانه ما كانش. الا راك حاب تولي كيما كنا، هذه تقول حب الفم سهله، لكن الا حاب تولي كيما كنا هذه سنتين، الحل الوحيد هو الفاكسين. كاع العالم يعمل فاكسان باش نولو كيما كنا ان شاء الله. شوفوا اوروبا هاد الخطره كتفرشوا لورو 2020، الناس قاعد تدخل للسطاد باش لي فاكسان يدخل سون بافيت بلا والو. تسمى الانسان يحمي روحه واللي ما بغاش يدير الله يسهل عليه. المهم انا ننصحكم بالسينوفاك مليح بزاف، واللي حاب يسافر لحد الان يحل شحال من البلاد. ايه انا درت الفاكسان تاعي في وهران في السينيا، سونتر كوميرسيال تاع السينيا. الاولى حبيت نعملو مدينه جديده، راهم دايرين دي شابيتو تماك، دروك كاين حملة تاع التلقيح بارتو، راه كاين الفاكسان بارتو، كاع ما تلقاش سبة. جا قبيلة كنت مريح مع صاحبي، خوه قلبه الكوفيد، راه في 10 ايام في الفراش بورتون صغير. دونك الانسان يتفادى هاد الصوالح، يدير الفاكسان ويريح روحه ويريح دارهم. انا خلعت نهار الاول كي رحت للسينيا، اختاريت السونت كوميرسيال السينيا لانه تماك بروبر ليجيان، دعوه نقيه، عندهم نظام ما شاء الله. نهار الاول اللي رحت تقريبا 200 وشي حاجه تاع جرعه في النهار، هو بروحه نخلع تما المسؤول في هذاك السونتر.
كان ما كاش حاسب باللي كاين ناس دير فاكسان بزاف هاد النهار الاول. قال لهم غدوه نجيب 500 جرعه، يعني الناس راهي تتكاكا بلي الفاكسان هو الحل الوحيد يا ناس، الحل الوحيد هو الفاكسان. ديجا رانا اكثر من العام اللي فات، رانا اليوم وصلنا 1100 كا في النهار، يعني بزاف يا جماعه. ما تستهزئوش الفاكسان، واللي راه ايه ماخش تكون مريض باش يدي الفاكسان. كي تدخل تدي البطاقه التعريف تاعك نكوا، تدخل الطبيب، كاين طبيب يسقسيك ما عندك والو، ما عندكش اعراض، ما عندكش امراض، شربت انتيبيوتيك ولا ما شربتش، هل جاك الكوفيد من قبل، يسقسي كل شيء، هل عندك مرض مزمن، ويشوف كل واحد. كما انا الحمد لله ما كان عندي والو، كنت واجد بسيشيكمون وفيزيكمون بسم الله، ودرت الفاكسان وراني فرحان فرحان فرحان، لانه حسيت روحي راني مبروتيجي. هذه هي تخافو كثر يا بسيشيكمون على حاجه اخرى. وكي تكمل يعطوك الكارني تاعك، الجرعه الاولى وجرعه زوجة، عطاوها لي 21 يوم ومن بعد كان يعطيوهم شهر كل فاكسان. وكيفاش يا ناس تعرفوني كي داير، وتعرفوني بلي انا نعطيكم الحاجه اللي نجربها، نعطيكم الحقيقه. وكاين ناس مرات شويه معقلهم الله يهديهم يقول لك لي شوف واحد مسكين دير فاكسان وفرح بغى يشارك معكم تجربته، يقولوا له راك دير اشهار. يا جماعه انا ما ندير حتى اشهار، هذه حاجه درتها انا وراني فرحان بها، جيت نبارطاجيها معكم، بالك انسان يدي شويه اجر. اوكي اللي راه خايف، يعني انا حكيت لكم كاش صرا صاي، انسان ما يكونش متخوف، يتكل على الله ويدير هذا الفاكسان تاعه. ايه باش تعرفوا الفاكسان يا جماعه ماشي دواء. كاين اللي يقول لك الاعراض ونخاف من الاعراض، سي نورمال يا جماعه، حاجه عاديه الاعراض يجوك شويه بزاف كل شخص وكيفاش. ايماجين تخيلوا معايا الفيروس داروه لك لداخل، داروا لك الكوفيد صح، ماشي كيما الفيروس صح بصح داروا لك الكوفيد افيك لي زونتيكور، يعني سي نورمال يجوك الاعراض. هذه الاعراض على بالكم شو ولا كتجيك حمى ولا تجيك لي كورب، على بالك بلي هذا الكور راه يدافع عليه الكور، لا رياكسيون فهمني، لا رياكسيون سيتادير راك اون بون سونتي. واللي جا اللي ما جاوش الاعراض راه فيما عنده مناعه جيده، هذا ما كان تسمى لا جاوك اعراض سي تو تافي نورمال. وقالوا لي سبوتنيك والاسترازينيكا فيهم اعراض بزاف، وهذا سينوفاك وسينوفار ما فيهمش بزاف، والله اعلم كل واحد وكيفاش. هذه وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم، ان شاء الله استفدت ولو غير بشويه. راه زوج تاع الصباح هذا وين كملت الفيديو، ما تنساش بارطاجيها مع اصحابك ولا تبارطاجيها في ستوري. كاين اللي راه خايف، كاين اللي راه ايزيتي، ماذا بينا كل واحد يعاون الاخر بالتجربه تاعه. وما تنساش ابوني في لاشين تاع يوتيوب راهي في الديسكريبسيون. وهذا الاستوديو الجديد تاعي ما هضرناش عليه، ديكور هذا الشباب خطره جايه ان شاء الله. انا ان شاء الله نتمنى الشفاء لكاع المؤمنين، ومره القادمه ان شاء الله تهلاو في روحكم.